مشاهدين قناه الكتريك هوم، اهلا بيكم. كنا في الحلقات اللي فاتت ازاي توصل الانبوتس المختلفه على البي ال سي. النهارده ان شاء الله هنقعد ازاي نوصل الاوتبوتس على البي ال سي، وهنقعد مع بعض بروجرام نعمل زي بروجكت صغير نربط بيه الانبوتس مع الاوتبوتس. تابعوا معانا. الانبوتس بتاعتنا وعملنا تيست ليها، دلوقتي هنقعد مع بعض ازاي نوصل الاوتبوتس. البي ال سي اللي معانا من نوع فاتك اف بي اس 60 ام اي تي 2 اي سي، ده كده البارت نمبر بتاع البي ال سي بتاعنا. لو رحنا هنلاقي ادي البارت نمبر بتاعنا اهو اف بي اس 60 ام اي تي 2 اي سي، تمام. طيب اف بي اس 60 ام اي بعده في شكل معين وشكل مثلث، تمام. الشكل المعين ده لو هو ار تمام يبقى ريلي اوتبوت، لو تي يبقى ترانزستور سينك ان بي ان اوتبوت، لو جي يبقى ترانزستور سورس بي ان بي اوتبوت. طب احنا رمز او الشكل المعين عندنا هنلاقيه حرف التي اهو، حرف التي، يبقى احنا عندنا الاوتبوت من نوع ترانزستور سينك ان بي ان اوتبوت، تمام. طب بعد كده رمز المثلث او شكل المثلث، احنا عندنا شكل مثلث 2 تمام، رقم 2، لو مثلث رقم 2 يبقى هنا عندك بيلت ان ار اس 232 بورت، ده البورت بتاع الكوميونيكيشن، وفعلا في بيلت ان ار اس 232 بورت. طب اخر حاجه اللي هو الاي سي، تمام، اللي هو شكل الدايره ده، لو هو اي سي وهو عندنا فعلا اي سي تمام، هيبقى الباور سبلاي بتاعه من 100 ل 240 فولت اي سي. طب لو هو دي 12 يبقى الباور سبلاي بتاعه 12 فولت دي سي. طب لو هو دي 24 يبقى الباور سبلاي بتاعه 24 فولت دي سي، بس احنا عندنا اي سي يبقى الباور سبلاي من 100 ل 240 فولت اي سي. طب ازاي هوصل الاوتبوت بتاعي؟ زي ما قلنا الاوتبوت معانا من نوع سينك او ان بي ان ترانزستور اوتبوت. لو بصينا على الاوتبوت هنلاقي هنا في سي 2 هنا الكومن لواي 2 واي 3 وسي 4 الكومن لواي 4 واي 5 واي 6 واي 7. طيب هدي اللود دايركت هديله بوزيتيف خارجيه، والنيجاتيف هديها للكومن اللي هو سي 2، وهدي برضه للكومن سي 4 هنا النيجاتيف. عشان اللود ده يشتغل هو واخد بوزيتيف دايركت هيستنى النيجاتيف اللي جايه من سي 2. النيجاتيف دي هتيجي من امتى من سي 2؟ سويتش لما البي ال سي يخرج الاوتبوت او يجي له اوردر انه يخرج الاوتبوت، السي 2 دي الماينس اللي فيها هيروح على واي 2، كده اللود خد الماينس بتاعه من واي 2 والبوزيتيف واخدها دايركت، وهكذا بالنسبه لواي 3 الماينس هيطلعها واي 3 واللود هنا واخد البوزيتيف، وهكذا بالنسبه لسي 4 هو هنا واخد الماينس، لما يجي له اوردر هيطلع الماينس على واي 4، لما يجي له اوردر هو هيخرج الواي 4. طب للواي 5 نفس الكلام، واي 6 نفس الكلام، واي 7 نفس الكلام، هيدي هنا الماينس لللودز، وكده كده اللودز واخد البوزيتيف الناحيه الثانيه. ده كده بالنسبه لتوصيل الاوتبوت زي ما هنشوف مع بعض في الجزء العملي. عشان نوصل الاوتبوتس في البي ال سي من نوع الفاتك اللي معانا هنلاقي انه بيبتدي بواي 0 نهاية بواي 23، يعني انت كده عندك 24 خارج. طيب بالنسبة للسي 0 دي الكومن لواي 0 واي 1، تمام، سي 0 دي الكومن لواي 0 واي 1 يعني دي سويتش، تمام. طيب السي 2 الكومن لواي 2 واي 3، السي 4 الكومن لواي 4 واي 5، وهكذا. طب هعمل ايه؟ هدي الواي 0 زي ما اتفقنا الاوتبوتس، قلنا هنشتغل الانبوتس بالباور سبلاي بتاع البي ال سي، الاوتبوتس هننوع يعني هنشغلها بالباور سبلاي الخارجي بتاعنا. طيب فهندي السي 0 دي الكومن لواي 0 واي 1 هنديها ماينس، واول ما يجي كومنت من بي ال سي الواي 0 هتاخد الماينس بتاع السي 0 والواي 1 برضو هتاخد الماينس بتاع السي 0 لما يجي كومنت للواي 1، تمام، يعني هدي ماينس وسويتش. اما يجي الكومنت الواي 0 انها تشتغل هتاخد الماينس بتاع السي 0، بقرب كده بشكل اوضح، تمام. او ما يجي كومنت السي 0 الماينس بتاعه يروح لواي 0، ولما يجي كومنت لواي 1 السي 0 الماينس بتاعه يروح لواي 1، فانت هتاخد كده اوتبوت ماينس 24، يعني هندي السي 0 ماينس 24 خارجيه. طيب فاول حاجه زي ما قلنا هندي للسي 0 ماينس 24 خارجيه، ادي الباور سبلاي بتاعنا نستخدم منه ماينس 24،
طبعا الباور سبلاي ده 24 فولت، تمام. ناخد الماينس عشان نغذي بيه سي زيرو، كده خدنا الماينس بتاعنا اهو. هنروح نغذي بيه زي ما اتفقنا السي زيرو، هنروح نغذي بالماينس 24 اللي جايبين من باور سبلاي، نغذي بيه السي زيرو تاني مسمار. كده انا غذيت السي زيرو تمام من الباور سبلاي، تمام. طيب انا هشغل مثلا اوتبوت، الاوتبوت ده 220 مش 24، وانا خارج البي ال سي هاخده ماينس 24 فولت دي سي، تمام. طب هنعمل ايه؟ الانترفيس اللي عملناه بالانبوت هنعمل عكسه بالاوتبوت، يعني هنجيب ريلي، الريلي ده 24 تمام، الريلي ده هنديله البلس دايركت من باور سبلاي، تمام. هنديله بلس دايركت من باور سبلاي على ال A1 بتاعته، تمام. فنروح من باور سبلاي، ادي هنا اهو البلس بتاعنا، واروح اغذي بيه دايركت ال A1 بتاعت الريلي، تمام. وال A2 هاخدها من الخارج بتاعنا، مثلا احنا هنوصل على Y0، يبقى هناخد الخارج بتاعنا الماينس للريلي من واي زيرو اللي هي تلت مسمار معانا، تمام. هناخد منه الماينس، طبعا لما يتأكتف الماينس ده هيطلع على واي زيرو، الماينس اللي هو في سي زيرو، تمام. زي ما قلنا ان هو سويتش، تمام. اد الماينس لما يتأكتف الواي زيرو، واي زيرو على الرسم اهو جنب سي زيرو على طول، سي زيرو واي زيرو، تمام. هنخرج منه الطرف ده كده بالشكل ده، تمام. كده انا الريلي ده هيتاكتف لما الواي زيرو يجي لها سيجنال او كوماند من بي ال سي، الماينس اللي في السي زيرو هيطلع على الواي زيرو هيشغل الريلي. طيب انا كده وصلت الريلي، قلنا ليه بنعمل كده؟ عشان نشغل اوتبوت. الاوتبوت ده الكويل بتاعه 220 زي ما حضراتكم شايفين، الاوتبوت هنا 50 هرتز 220 فولت. طيب هنعمل ايه بقى عشان نشغل الكونتاكتور ده؟ الكونتاكتور ده هنجيب من بره، هندخل له النيوترال مباشر ونتحكم فيه باللاين، تمام، او العكس زي ما تحب. فانا هديله النيوترال مباشر، تمام، نيوترال مباشر مثلا معانا من هنا، ده النيوترال بتاعنا العمومي، هدخل عليه نقطة تانية أو واير تاني،
ده كده بالنسبة لنيوترال. تمام نيوترال تمام. هنروح ندي للكونتاكتور الكويل بتاعه نيوترال مباشر. طيب كده ناقصني اوصل اللاين عشان الكونتاكتور يشتغل. كلام جميل. طيب اللاين هعمل بيه ايه؟ اللاين هياخد من اللاين العمومي بتاعنا باور سبلاي مثلا، باور سبلاي هناخد منه اللاين، نقطة اللاين دي دخل معاه نقطة تانية. بالشكل ده كده خرجت باللاين. تمام عمود برضو هروح فين؟ هروح على كومن ريلي زي ما قلنا الكومن تحت. نروح نغذي الكومن باللاين مباشر. تمام طيب بعد كده هناخد النقطة المفتوحة اللي فوق الكومن على طول تمام. ناخد النقطة المفتوحة اللي فوق الكومن على طول، الكومن اللي خدت له اللاين مباشر دي النقطة المفتوحة اللي فوق منه على طول، هناخدها نغذي بيها الكونتاكتور الطرف التاني من الكويل. كده الكونتاكتور هيشتغل امتى؟ لما يشتغل الريلي. تمام نعيد تاني، امتى الكونتاكتور ده يشتغل؟ هيشتغل لما الريلي ده يلقط. طب الريلي ده يلقط امتى؟ الريلي ده انا مديله ال بلس 24 دايركت من باور سبلاي ده دايركت، والماينس واخدها من البي ال سي من خارج البي ال سي. تمام اللي هي الواي زيرو. الواي زيرو دي هتتاكتف امتى؟ لما البي ال سي ادي كوماند ان الواي زيرو تتاكتف، هتاخد الماينس اللي جنبها من السي زيرو. تمام هتاخده تدخله على واي زيرو، فرلي كده يلقط لان واخد البلس 24 على طول وجات له النيجاتيف 24 فهيلقط، فهيقفل النقطة دي. النقطة دي كومن خدت عليه 220. تمام لاين مباشر، والنقطة اللي فوقيها اللي هي النورمال اوبن خدتها على كويل الكونتاكتور، والطرف التاني الكونتاكتور خدته على طول نيوترال مباشر. كده الكونتاكتور واخد نيوترال مباشر الكويل بتاعه، واللاين اول ما الريلي يلقط النقطة دي هتقفل فالكونتاكتور هيلقط. وبكده نكون عرفنا ازاي نوصل الاوتبوت، ويلا بينا نروح نعمل بروجرام نربط بيه كل الانبوتس والاوتبوتس ونشوف الكلام ده بابلكيشن عملي. هنعمل مع بعض بروجرام نربط بيه الانبوتس اللي احنا وصلناها هاردوير مع الاوتبوت، وناخد منها الرموت على الاتش ام اي. تمام البي ال سي اللي معانا من نوع فاتك، فعشان نبرمج البي ال سي اللي معانا محتاجين برنامج اسمه وين برو لادر. البرنامج ده سهل وبسيط والسايز بتاعه صغير. نعمل اوبن للبروجرام بتاعنا، نعمل فايل نيو بروجكت. تمام بروجكت هسميه مثلا تيست. طيب الموديل نيم بتاع البي ال سي بتاعنا ايه؟ احنا شغالين البي ال سي بتاعنا اف بي اس 60 ام ايه
60 ام اي نقوله اوكي. تمام، اول حاجه بحب اعملها لما ابدا بروجكت، تمام، ان انا اروح اعمل كومنتس على الانبوتس والاوتبوتس والميركرز اللي هستخدمها. فاروح على كومنت element comment، والاكسات اللي عندنا ايه؟ عندنا اكس 0 زي ما قلنا selector، اللي هو بيقول لنا ان انت في وضع الاوتوماتيك، تمام. طيب واكس 2 معانا اللي هو الامرجنسي، اكس 4 معانا اللي هي الفيدباك، بعد كده اكس 6 كنا واخدينها اوفرلود، تمام. بعد كده اكس 8 زي ما قلنا الفولتج، والفيز بروتكشن. تمام، دي كده بالنسبة لنا الانبوتس بتاعتنا. طب الاوتبوت عندنا اوتبوت واحد فقط وهو واي زيرو، ده مثلا نسميه الموتور اوتبوت، تمام. المركز اللي هستخدمها هستخدم مثلا هنقول ام زيرو، هنستخدمها ال اتش ام اي ستارت، دي نقطة التشغيل من ال HMI أو الشاشة بتاعتنا، وال M1 هنقول ال HMI stop، ال M2 ممكن نخليها general reset، general reset اللي هعمل بيها ريسيت للالارمز اللي عندنا او الفولتس، تمام. طيب هنستخدم ايه كمان؟ ممكن نستخدم مثلا ام فور مثلا او ام ثري نخليها نو فيدباك الارم، طيب M4 هنخليها emergency alarm، تمام. دي مثلا ال M5 هنخليها ان هو مش في الاوتوماتيك، تمام، no in automatic مود، تمام. احنا كده خدنا الارم للفيدباك والامرجنسي وان هو مش في الوضع الاوتوماتيك. ممكن بعد كده ناخد الاوفرلود، تراب، نقول اوكي. كده غالبا خدنا الفيدباك امرجنسي ووضع اوتوماتيك والاوفرلود، ممكن اخر حاجه الفولتج and is alarm، تمام. دي الالارمز بتاعتنا من اول M3 alarm feedback، M4 alarm emergency، M5 alarm انك انت مش وضع اوتوماتيك، M6 alarm الاوفرلود، M7 alarm الفولتج او الفيز بروتكشن، تمام. طيب بعد كده اول حاجة نروح نعملها نجيب كونتاكت نورمالي اوبن هنسميه اكس 0، ده السيلكتور، تمام. بعد كده هناخد الامرجنسي اكس 2، بعد كده هناخد الاوفرلود اكس 6،
بعد كده هناخد الفولتج والفيز بروتكشن اكس 8 تمام. بعد كده هناخد نورمال كلوز من الالارم بتاع انك مفيش فيدباك. طب دي هناخدها ازاي؟ احنا كنا مخليينها نرجع تاني نو فيدباك كانت على ام 3. ام 3 هنشوف هنعمل الالارم بتاع الام 3 كام ازاي يعني مع بعض تمام. كده خدنا توالي اكس 0 اكس 2 اكس 6 اكس 8 و ام 3. بعد كده هناخد مع بعض الام 0 الشورت الستارت بتاعت ال HMI تمام، وما يكونش المشغل ضاغط ستوب، يعني ناخد ال M1 نورمال كلوز. ده كله في الآخر هيروح يشغل لي أو يفعل ال output اللي هو Y0 تمام. طيب بعد كده هنروح مثلا ممكن نسيبه مثلا documents ماشي save test تمام. طيب بعد كده هنروح نعمل الالارم بتاع الفيدباك. طب ده هعمله ازاي؟ والله لو انا ضاغط start، لو انا ضاغط start والاوتبوت بتاعي شغال والسيجنال بتاعت الفيدباك ما جاتش اللي هي اكس 4 لمدة 3 ثواني، لو التايمر نسميه مثلا تي 80 بيعد بالواحد من 10 سكند، هنخليه 30 اللي هي 3 ثواني. والله لو الام 0 انا مدي ستارت والاوتبوت بتاعي طالع ومفيش فيدباك لمدة 3 ثواني، ناوي تي 80 والتايمر عد، فعل لي او اعمل لي سيت للام 3 عشان تطلع على الشاشه يقول لك نو فيد باك تمام. ازاي اعمل الكلام ده ريسيت؟ اعمل له ريسيت عن طريق ديفرنشال اب من الام 2 اللي هي جنرال ريسيت، هتروح تعمل لي ريسيت للالارم ام 3 تمام. نعد تاني. مبدئيا انا خدت اكس 0 تمام اللي هي السلكتور انك في وضع الاوتوماتيك، واكس 2 الامرجنسي ان هو محدش طرب امرجنسي، الاوفرلود مفيش عندك مشكله فيه، والفولتج مفيش مشكله، وهنا الالارم بتاعك مش متفعل اللي هو الام 3 تمام، واشاره التشغيل جايه من الاتش ام اي، واشاره الايقاف مش جايه. والله لو الحالات دي متحققة شغل لي الواي زيرو تمام. طب هفعل الالارم بتاع الام 3 ازاي؟ والله لو انا ضاغط والموتور الاوت بتاعي طالع من بي ال سي ومفيش فيدباك لمدة 3 ثواني، فعل لي الالارم اللي هو ام 3 عشان يروح هنا يوقف لي الموتور. طب هعمل له ريسيت ازاي؟ عن طريق الجنرال ريسيت من شاشة ال اتش ام اي، هتعمل لي ريسيت للالارم ام 3 تمام. وهنعمل الالارمات تانية بنفس الطريقة، مثلا لو الامرجنسي اكس 2 مجاش، اكس 2 اعمل لي سيت لالارم كنا تقريبا ام 4 الامرجنسي تمام. طيب ده اللي هعمل سيت لام 4، اللي هعمل ريسيت برضو الجنرال ريسيت بتاعتنا اللي هي هناخدها ديفرنشال اب ام 2. ديفرنشال اب ده يعني لما حالته تتغير من 0 ل 1 يدي بلس تمام، لما حالته تتغير من 0 ل 1 يدي بلس. طيب البلسه دي هتعمل ايه؟ هتروح تعمل لي ريسيت ل ام 4 تمام. نفس الطريقه لو احنا خدنا الامرجنسي تمام وخدنا الفيدباك، ناقص الريموت اللي هي الاكس 0 تمام، هتروح تعمل لي سيت الالارم ام 5 تقريبا تمام، انك انت مش وضع اوتوماتيك، رجع تاني تأكد الميركرز ام 5 نو ان اوتوماتيك تمام، والام 6 الاوفرلود تريب
والام 7 الفولتج اند فيز بروتكشن الارت. تمام. طب هعمل له ريسيت ازاي؟ هعمل له ريسيت عن طريق الماركر ام 2، بلصة منه تروح تعمل ريسيت لام 5. تمام. بعد كده فاضل لنا الاوفرلود. طيب والله لو حصل اوفرلود اللي هو كان اكس 6، تمام، هتروح تعمل سيت الالارم اللي هو ام 6. تمام. واللي هيعمل له ريسيت الام 2، هتعمل ريسيت لام 6. اخر حاجة معانا اكس 8 اللي هو الحماية من الجهد، فازات عكس فازات او صوت فازة، هيروح يفعل لي ام 7 الالارم ونعمل له ريسيت عن طريق ام 2، هيروح يعمل ريسيت للام 7. نعيد تاني مع بعض. اول حاجة خدت توالي اكس 0 السلكتور يكون في وضع اوتوماتيك، واكس 2 الامرجنسي بتاعنا يكون تمام، الاوفرلود ما فيش عندي فيه مشكلة، والحماية الرباعية مرجعة باستمرار. ده نورمالي اوبن، يعني لازم يكون بره قافل عشان يتحقق. تمام. يعني اللي بره محقق، لازم يكون محقق. تمام. طيب يعني السلكتور لازم يكون على وضع اوتوماتيك، الامرجنسي لازم يكون قافل، الاوفرلود لازم يكون قافل ومرجع، الحماية الرباعية لازم يكون نقطتها قافلة ومرجعة، الفيدباك الالارم بتاع الفيدباك اللي احنا عملناه تمام ما يكونش فيه الارم فيدباك، واشارة التشغيل جاية من اتش ام اي، واشارة الايقاف مش جاية من اتش ام اي. كل ده هيروح يفعل لي الاوتبوت واي زيرو. طيب لو انا ضاغط ستارت والخارج عندي شغال والفيدباك ما جاش لمدة التي 80 لمدة 3 ثواني، التي 80 هيروح يعمل سيت للالارم ام 3 اللي هو نو فيدباك الارم، واللي هعمل له ريسيت للالارم ده ان ام 2 بلسة الاتش ام اي تيجي تعمل ريسيت. طبعا لو انا عملت ريسيت والالارم لسه موجود هيرجع تاني. تمام. يعني احنا نحل الالارم او المشكلة وبعد كده ايه نعمل ريسيت. وهكذا بالنسبة للإمرجنسي، لو ما جاش يعمل سيت الألارم ده والريسيت برضو الـ M2، والسلكتور يعمل لو ما جاش في وضع أوتوماتيك يعمل سيت الألارم ده والـ M2 تعمل له ريسيت، وكذلك الـ Overload. وآخر حاجة معانا الحماية الرباعية. كده ده البروجرام بتاعنا. هنروح نعمل ديزاين للبروجكت بتاعنا على الـ HMI. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. إن شاء الله في الحلقة الجاية هنعمل مع بعض داونلود لبروجرام الـ PLC وبروجرام الـ HMI، وفي نفس الوقت هنعمل تيست كامل للبروجكت بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وانتظرونا في الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.